لمنع الحمل وما يكونش مضرة للرضاعة. الوصفة الوحيدة اللي احنا نقدر نقول ان هي يعني بمشيئة الله تعالى هتكون مجدية هي العزل، بمعنى عدم الجماع في ايام التبويض. يعني هي دي النقطة الصح، عدم الجماع في ايام التبويض من اليوم العاشر من بداية الدورة الى اليوم 20 من بداية الدورة، هذه الفترة ما يكونش فيها جماع. يعني هي دي الطريقة اللي احنا نقدر نوصي بيها. بتسأل ايضا على حرارة